السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس الهدف من الاختبارات الشهرية هي الدرجات فقط، ولكن قياس وتقييم قدرات الطلاب من ناحية، ومن ناحية أخرى الوقوف على مدى تحقيق الأهداف التعليمية والنواتج التعليمية المرجوة من خلال الخطط الدراسية الموضوعة. حرصنا في المدرسة أن تكون أسئلة الاختبارات منوعة شاملة تناسب جميع المستويات العلمية للطلاب في المدرسة، وقد قمنا بإجراءات فعالة قبل الاختبارات، منها مراجعات المادة العلمية من قبل المدرسين لتثبيت المعلومات، وكان لدينا أيضا مسابقة شهرية تضم أكثر من 50 سؤال شاملة لجميع المواد، والهدف منها بالإضافة طبعا إلى الأسئلة الثقافية فيها، الهدف منها تثبيت المعلومات للمواد المدرسة في المدرسة، وبالإضافة إلى أسئلة ثقافية تنمي روح الاطلاع والقراءة عند الطلاب. قمنا بتوفير الأجواء اللازمة للاختبارات والخروج عن الأجواء السائدة من القلق والتوتر والخوف، وذلك ببث الثقة بالنفس والأريحية النفسية للطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجري طلابنا وأبناؤنا من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي اختباراتهم الشهرية في المدرسة، ومن خلال النتائج يمكن للطالب أن يقف على حقيقة ومستوى نفسه ولكي يستعدوا للامتحانات النهائية. قمنا بوضع خطط مدروسة لكي تكون الأسئلة مشابهة للامتحانات النهائية، وخاصة بالنسبة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، لكي لا يتفاجأ الطالب بأي شيء، ولكي تزيد الثقة بنفسه ولرفع معنوياته. لا يهمنا الآن النتيجة والعلامة بقدر ما تهمنا أن يعرف الطالب كيفية الدخول للامتحان، كيفية وطبيعة الأسئلة، لذلك قمنا بدراسة هذا الموضوع. ايش استاذ؟